قدم، ازاي بدأت كرة القدم؟ خلال كام سنة وبدأتها ازاي؟ وايه كنت بتحب تتفرج عليه بقى من اللعيبة اللي كنا دايما مخلينا كان انت تحب الكورة عشانهم؟ بص يا عمر، انا بدات كوره وانا عندي 4 سنين. يعني 4 سنين. والدي كان على طول ممرمطني وانا صغير. من وانا 4 سنين يعني زي ما مراتك يعني بيعمل فيك ايه؟ ياخدني في البيت عندنا فوق السطح عندنا، يروح ماسكني تمارين ليل نهار بقى وانا صغير. بعد كده كنت بلعب في مركز شباب شبرا، تمام كان في بيمرني اخو كابتن بدر رجب، كابتن نبيل طبعا. تربيل رجب، هو اللي شافني. في يوم كان كابتن بدر جه النادي يتفرج، يعني كان جاي يوم عادي يعني يتفرج، فشافني في اليوم ده وقال لي والدي ان انا محتاج ان كريم يبقى معايا في الاهلي. ساعتها رحت الاهلي وكان ده عندك عندي كام سنة؟ 8 سنين كان عندي 8 سنين بالظبط. وفضلت بقى، كانش في فرقه 97 في النادي ساعتها، كان كابتن بدر خلاني مع الفرقه الاكبر مني بسنه لحد ما عملوا السن بتاعنا بعدها بسنه، وبقيت موجود معاهم وفضلت مكمل في الناشئين بقى في النادي الاهلي حوالي 10 سنين. وبعد كده طلعت فترة الدرجة الأولى، كان عندي تقريبا 15 سنة ونص، اتمرنت شهرين ثلاثة فوق وبعد كده نزلت. وبعد كده كابتن سامي كان موجود في ساعتها في حرس الحدود، خدني معاه حرس الحدود إعارة 6 شهور، خلصت إعارة الحرس وبعد كده رحت دجلة سنة بقى، وبعد كده رجعت تاني على النادي الأهلي. لو قلت لك مين اكثر المدربين اللي انت استفدت منهم؟ انا استفدت من كل المدربين، بس انا يعني كابتن بدر طبعا ليه فضل كبير عليا، ان ده اللي علمني اساسيات الكوره فعلا. يعني علمني حاجات ما الواحد ما كان محتاج ان هو يتعلمها، علمنا مهارات وعلمنا حاجات كلامك مختلفه. السيزر والماتيوس والكابتن طبعا الحاجات دي والحاجات دي حاجات كلها كابتن الكابتن بدر بدر دي اتدربت كلها، معاه. فهو دي الحاجات دي فرقت معانا. لكن انا المدرب اللي اثر فعلا في شخصيتي في سن انا كنت محتاج، يعني محتاج نقله، ان انا كنت في وقت معين بلعب باك رايت، كنت بادئ باك رايت في النادي الاهلي وانا في الناشئين، كان جه كابتن سامي. يعني كابتن سامي ومصون هو اللي فرق معايا، في مش فرق معانا كمان في السن ده، فرق مع فرقتنا كلها، ان فرقتنا كان عندنا عناصر كويسه جدا، بس ما كنا محتاجين مدرب يصنفر الناس دي كلها زي ما بنقول يعني. فكان ساعتها فرق معايا، غير لي مركزي، علمني حاجات، تحركات مختلفه في حتت معينه، اعمل ايه حاجات. كنا فرقتنا كانت ماشيه بصوره كويسه قوي، فكنا شغلنا زي ما بنقول تلقائي يعني، احنا خلاص انا هنا بباصي هنا، انا رمضان بيجي كده فناصر راح كده، فكان الموضوع بالنسبه لنا سهل. فهو من الشخصيات اللي اثرت فيا جدا، حتى لما رحت حرس الحدود من الشخصيات اللي وقفت جنبي، وهو اللي اصر ان هو ياخدني معاه حرس الحدود. طيب حتى انا عايز اسالك سؤال، معلش عشان ما اقطعش كلامك، ندفد، مين اللي سماك ندفد؟ ده كابتن بدر راجع، كنت سماك انا ندفد ليه؟ كان وانا صغير شعر اصفر وطويل، فكان كابتن بدري بيحب يسمي كل لعيب باسم. يعني واحنا في صغيرين كان في كذا اسم، يعني كان في تريزيجيه، وكان في 96 كان في كريم ايولا، فكان بيسمي اسامي كده. في فكنت كرواتيا كمان. انا وكان في ميدو كرواتيا ساعتها، كنت انا ما فيش غيري انا بقى، انت كنت انا الوحيد اللي فرقتنا قدامك راح ندفد. مدي لي ندفد بقى. طب تعالي اساله على الهوا كده.